لا تمر سوى دقائق على أول موجة من الأمطار لتتحول شوارع بغداد إلى برك مائية. قطعت الطرق فحوصر المواطنون في مشهد مأساوي بات يتكرر كل عام، إلا أن هذه المرة تكبد المواطنون خسائر مادية بالغة. تضررت المنازل والمحال التجارية نتيجة السيول التي تسببت أيضا بانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من أحياء العاصمة، بالإضافة إلى توقف شبكات الاتصال وخدمة الإنترنت عن العمل، وهو ما فاقم من استياء وامتعاض المواطنين. هاي احنا بعدنا بأول مطرة، وهاي شوف الخدمات وين هي، يعني هاي أول مطرة بعد قد مطرت هي، وبعض الخدمات الأمانة وين، البلدية وين، يعني ما صايرة هيك. طب المي بالبيوت على العوائل، وهسه العوائل مكوم غراسة بالشارع، والله يعني اليوم وين ينامون؟ فهاي المسألة لازلها علاج، يعني علاج لا تلوح بوادره في الأفق القريب في ظل غلق البلاد بالفساد الإداري، يقول حال العراقيين. فسيناريو السيول وغرق الشوارع مع كل شتاء بات محفوظا في الذاكرة، لا سيما مع استمرار الحقبة المظلمة التي أفرزت أسوأ الوجوه السياسية في تاريخ العراق الجديد. هسه خلي يجيبوا لهم ثلاث سيارات بهذا المكان، كل الشارع هذا بعد ماكو خطرة مال مي. خلي يشغل المضخة، هاي المضخة اللي شغلها، هاي المضخة هسه ايش كنت تبين عليها فلوس؟ عمي حكينا ما ينفع. هذا الرد متوقع ونتيجة حتمية لتراكم الفشل خلال الأعوام 17 الماضية، حيث استفحل الفساد في أبشع صوره فلا تبدو نهاية على المدى القريب له، ذلك رغم اكتشاف وتفكيك المؤامرات الخارجية المتسببة بغرق بغداد منذ سنوات، بحسب أمينها الأسبق نعيم عبعوب. راح صار عندنا صخره، جهات مجهوله ذابت الى صخره وزنها اكثر من 150 كيلو في الخط الرئيسي مال اللي يصرف من عمارات الحي القلبيه اللي خطيه البارحه طلعوا الناس بصوره مزريه الى قناه الجيل. صخره ذابين طلعناها، كسرنا المانهور، كسرنا بالحفارات والكسارات، يلا طلعنا صخره 120. اذا هناك جهات مغرقه قد تكون خارجيه او داخليه. وبعد غرق بغداد مجددا يتساءل العراقيون عن حجج الحكومة المقبلة لتبرير فشلها الذريع بعيدا عن صخرة عبعوب، والتي لطالما كانت سببا كافيا لفضح عجز السلطات الحكومية عن التعامل مع أي أزمة تمر بها البلاد.